ايه الصفة اللي من خلالها ممكن تكسب ثقة الناس؟ ده سؤالنا الموجود على الفيسبوك، على صفحتنا على فيسبوك، في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال الحلقة. دلوقتي ناخد مجموعة من الاجابات والتعليقات اللي جات لنا. عمرو نجم الدين بيقول صباح الفل عليكم، في بعض الامور بسيطة زي جبر الخواطر طبيعي تبقى موجودة اصلا بين البشر، بس مش هتحس بقيمتها غير لما تتعامل مع حد بيفتقر وجودها، وحاجة زي دي ما ينفعش تتعلمها او تعلمها لحد للاسف، ومش كله بيعرف يكتسبها من التعامل، لانها محتاجه ذكاء اجتماعي مش عقلي. فعموما شكرا من القلب لاي انسان عنده هذه الصفه الجميله. اعتقد الكومنت ده يا شادي بيتفق معاك، وانا عندي قناعه ان كل الصفات قابله للتعلم. يعني طول ما انا بشوف اللي قدامي بيعمل كده، اللي قدام انا هقلده بشكل لا شعوري. لو انا قعدت اقول لاولادي اتصرفوا بشكل افضل، اتكلموا بشكل افضل، ردوا على الناس بشكل افضل، اشكر الناس دايما، هيتعلموا هيكتسبوا. ده مش تعليقا على استاذ عمرو بالذات، لكن انا بتكلم في ان اعتقد ان فكره تعديل الصفات وتعديل السلوك كل حاجه قابله انها بالتاكيد انها ممكن تبقى موجوده في صفاتنا. نوره علي بتقول الصدق هو اهم صفه تخليك تثق في اي انسان، لان الصدق بيحتوي على كل المعايير والصفات الجميله. ورسولنا الكريم لقب بالصادق الامين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. في الامانه في كل شيء، في الوقت والعمل وحفظ السر وغيرها، ده الاستاذ مجدي رزق. علاء هارون بيقول أكتر صفة بتخليني أكسب ثقة الناس اللي قدامي هو إني كتوم وأمين، الكتمان والأمان. طب دعاء عامر بتقول الطيبة والأخلاق والصدق والأمان. مرزوق بيقول الصدق والأمانة وقول الحق حتى لو على نفسه. سهام هيكل بتقول صباح الفل عليكم، الثقة تكون في الصادق كاتم الأسرار وصاحب مواقف ووجوده في أشد اللحظات دون أن يطلب منه. أما وليد الصياد بيقول الحب والصدق والطيبة والاحترام، إذا حبيت اللي قدامك بجد واحترمته هتكتسب ثقته بسرعة. لازم تحب اللي قدامك علشان تبقى شخص جدير بالثقة؟ طبعا. ولا ينفع تبقى جاي من بره لسه أول مرة تدخل المؤسسة أو المكان وانت سامع إن الشخص ده كل الناس بتقول فيه ان هو كويس وامين وسمعته طيبه، مش هيبقى عندك خلفيه طيبه او ارض كده انت يعني شايف ان المكان الراجل اللي قدامك ده خلينا نجربه؟ طبعا. بالعكس لو انت سمعت عن واحد انه مش تمام فانت هتبتدي تكشف بكل تاكيد، لكن برضو عندي قدر من الذكاء اللي يخليني اقدر اميز، يعني او قدر من الخبره اللي تخليني اقدر اميز هل هو فعلا الراجل ده وحش ولا هو وحش مع الشخص ده والشخص ده بس عشان بينهم مشاكل قبل كده. انا ماليش علاقه بالموضوع، لكن انا ادخل مكان جديد واخد موقف من حد انا اصلا لمجرد ان انا سامع عنه، لا، لما تصرفاته معايا تبقى وحشه ابتدي باخد موقف. على كل، عبد المنعم جاب الله بيقول صباح الخير عليكم، الصفه التي تجعلك تكسب ثقه الناس هي الصدق والامانه والمعامله الحسنه. هذه الصفات على المستوى الشخصي، اما على مستوى العمل لكي تكسب ثقه رؤسائك في العمل فلا بد من الاخلاص والتفاني في العمل، وهذا سيظهر من خلال ادائك للمهام التي تكلف بها. كحلاوي فتحي زعلان بيقول صباح الخير عليكم، اختصار الناس تخليك تكسب ثقتهم. اختصار الناس يعتمد عن الناس، اختصار الناس تخليك تكسب ثقتهم، يعني او نقلل الدايره يا استاذ كحلاوي، يعني ممكن نقلل الدايره المحيطه بينا او اللي بنتعامل معاهم، لكن اختصار الناس دي اعتقد صعب قوي. حياه النفوس حساب باسم حياه النفوس بيقول الامانه. محمد الغالي بيقول الصدق هو اهم قيمه لزراعه الثقه في قلوب الناس ومشاركه الجميع في صنع القرار. صباحكم ورد وفل وياسمين. استاذ احمد سعيد بيقول صباحكم زي الفل، كل سنه وانتم طيبين، النهارده اول شعبان، كل سنه وحضرتك طيب، اللهم بلغنا رمضان اللهم امين. الصفه هي الصدق والامانه، الطيبه وضبط النفس والضحكه الحلوه. هلا بركات بتقول صباح الخير على البرنامج، انا الحمد لله في ناس كتير بتحبني وبتثق فيا، وده بيرجع لعدم الكذب واني كمان بضحك في وش الناس وبعملهم كويس قوي. فعلا انت قلت في البدايه ان البسوم بيبقى قريب من القلب. طبعا بكل تاكيد. جد حموده بيقول صباح الخير عليكم، اعتقد ان الصفه اللي من خلالها تقدر تكسب ثقه الناس هي انك تكون محترم وتكون امين وطيب الخلق. طيب احنا دي مجموعه من التعليقات ولسه عندنا تعليقات تانية هنقراها، وانتوا كمان ابعتوا لنا وقولوا لنا ايه انتوا شايفين اكتر صفه ممكن تخلي اللي قدامك يثق فيك.